محطتنا اليوم مع جمعية من الجمعيات الرائدة بدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأهليهم بسوريا، جمعية بسمة اللي تأسست عام 2006 لا زالت تقدم كل ما أمكن بسبيل دعم الأطفال وأهليهم بشتى السبل رغم أصعب الظروف. أطلقت الجمعية حملة بسمة لدعم الأطفال مع بداية شهر شباط العام الحالي بمجموعة من الأنشطة والأحداث الهادفة لدعم الأطفال، حيث يعتبر شهر شباط شهر التوعية بمرض السرطان. ولنتعرف أكثر عن تفاصيل هالحملة وأنشطة الجمعية بيسرنا أن نرحب بالسيدة سهير بولاد رئيسة مجلس إدارة جمعية بسمة لدعم أطفال السرطان، والسيدة كاتيا شطة عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة والتمويل. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح نغير. يسعد صباحكم عن جديد ويعطيكم العافيه على المجهود الكبير بشان الحمله خاصه لدعم طبعا الاطفال المصابين بالسرطان. احنا نبدا عندك مدام كاتيا ونحكي اكثر او نعطي لمحه عن الحمله. هلا نحن هي السنه الحمله تبعنا اسمها انقذوا البسمه. هو الهدف من الحمله مثل كل سنه هو جزء منه رح يكون توعوي وجزء منه بيكون مادي مشان نحن نلم تبرعات من خلاله. ونحن الحملة بشكل عام كانت تتوجه لكل أطراف المجتمع، يعني نحن كنا نحشد أكبر عدد ممكن من المجتمع معنا، أنه توجهنا للأطفال أنه فينهم يدعموا بسمة من خلال زيارتهم مثلاً لفانتاستيكو كان بأربعة الشهر يلعبوا فيه، في مطمورة بسمة فينهم يشتروها، هن يصمدوا من خرجيتهم لألنا كمان. وفي اتجهنا كمان مثلا للسيدات من خلال مثلا زيارتهم لصالون مثلا ميلاد خلال بيوم معين من الشهر كمان بيجي تبرعاتها كامله لنا. عاملين غداء خيري بالفور سيزن للسيدات كمان اذا بيروحوا عليه بيكون كامل تبرع حق البطاقه لجمعيه بسمه. وكمان مثل العاده توجهنا نحن هي السنه لمطاعم بعدد اكبر، عندنا 8 مطاعم هي السنه مشاركين معنا، اللي إذا بتروحي على واحد من هدول المطاعم خلال هيدا الشهر بيكون جزء من ريعون بيروح لجمعية بسمة. والمشروع اللي عاملينه كمان هو تبرع ولو بيوم من راتبك حتى ترسم بسمة على وجه طفل مصاب بالسرطان. هيدا المشروع هاي السنة توجهنا تقريبا لعشر شركات خاصة ومتوقعين تقريبا 3000 موظف يشارك معنا فيها. ان شاء الله يعني بتكون المشاركه واسعه. رح نتوسع هسه بالحمله ونحكي عن تفاصيل كيف بديتوها، ولكن خلينا نروح نشوف البرومو تبع الحمله ونرجع لنكمل حديثنا معكم. يعني الفكرة تبع البرومو أيضا يمكن كتير بسيطة، هو ارتداء الشعار الذهبي لدعم مرضى سرطان الأطفال. احكوا لنا عن النشاطات اللي ضمنتها أيضا الحملة وكيف كانت فكرة البرومو. هلا أنا أول شيء بدي أقدم بالشكر لشركة ابتكار للدعاية والإعلان، هن نحن يعني قلنا لهم نحن شو ببالنا يكون لهيدي السنة، شو الفكرة شو التوجه، وهن اللي طلعوا بكل فكرة الحملة، فأكيد أنا بتوجه لهم بالشكر إنه على هالحملة الحلوة اللي عملوا لنا إياها. فنحن جيت فكرة انقذوا البسمة لأنه نحن مثل ما بتعرفوا من أول الأزمة نحن وقفنا كل حملاتنا وصفى شغلنا كتير على الخفيف. فنحن هي السنة قلنا يعني مثل أي جهة تانية بالمجتمع نحن كتير عم نعاني وكتير عم نتعذب، فقلنا لا نحن لازم نرجع مثل أول ولازم نرجع نشتغل مثل الأول ونعمل حملات كبيرة لأنه صرنا بحاجة نحن ننقذ البسمة لأنه صار وضعنا كتير صعب بالجمعية. يعني يمكن في أكثر من صورة عم تكون موجودة معنا، هلأ رح نشوف واحدة منهم. يعني قديش أثروا هدول سيدة سهير يعني البوسترات بالشارع بالأشخاص، كيف لقيتوا ردة فعل الناس من خلال الحملة اللي قمتوا فيها؟ هلا كثير كانت حقيقيه لانه هي الحقيقه هي اولاد بسمه، يعني هن الحقيقه هدول اولادنا مانن صور. كثير عطت صدى حلو بالشارع، انا هذا اللي سمعته يعني، فكله عم يقول انه هي مؤثره كثير انه انتم عم تعطوا بين الشيء الحلو والشيء المو حلو، بين الالم بين تماما بين يعني بين انه نحن يكون عندنا امل بانه هالولاد
لازم يشفوا او لازم نكمل معهم. فهو كان كثير حلو الحقيقه، كانت الحمله كثير مهمه. طبعا نحن بهالفتره الازمه صح نحن توقف عنا الحمله، بس نحن شغلنا زاد اضعاف. يعني مثل ما بتعرفي كل الاولاد صاروا محافظات سوريا كلهم صاروا عم ينزلوا، لانه هناك صار في ضغط، صار شغلنا اكبر من 4 أو 5 مرات ضاعف حجمه. بس شوي وقفنا حملاتنا لانه كان صعب. يعني واجهتوا صعوبات بهالازمه، شو هي ابرز الصعوبات يلي واجهتوها؟ هلا ابرز الصعوبات الحقيقه هي نقص الدواء، نقص التمويل للجمعيه اول شيء، لانه نحن منه بنوفر الدواء، بس هو نقص الادويه بالمشافي هو الحقيقه يلي كان اكبر صعوبه. يعني نحن عندنا برنامج الدواء شهريا بكلفنا بحدود 12 مليون بس لمشفى الاطفال، مواساه، الاسد الجامعي، البيروني، والقطاع الخاص. هدول بس يعني نحن لهلا صرنا مسجلين لحد 6400 طفل لنهايه 2016. فهدول حمل مانهم قليل ابدا. فعنا صار المصروف كثير زاد، ما عدا وحده بسمه طبعا اكيد تعرفوا عنا اللي هي اول مركز تخصصي لعلاج سرطان الاطفال بسوريا، هو كمان بكلف شهريا 14 مليون. هذا هي الارقام تضاعفت عن قبل الازمه، ضاعفت 4 أو 5 مرات. فهو المشكله عندنا نقص التمويل الحقيقه او نقص الادويه بالمشافي. يمكن اللي بفوت مدام سهير على اي مشفى من مشافي الاطفال المصابين بالسرطان بشوف جمعيه بسمه ما بس بتقدم الدواء، ويمكن ايضا بتقدم الدعم المعنوي للاطفال، بتقدم للاهالي دعم معنوي. يعني شفناكم باكثر من مناسبه، ان كان مناسبات الاعياد، مناسبات الاطفال، دائما موجودين معهم، عم تحاولوا انه تخلوا حياتهم طبيعيه، تعطوهم امل. فتحكي لنا عن نشاطات الجمعيه. تمام. هلا نحن في عنا فريق تطوعي بينزل كل يوم على مشفى الاطفال من 4:30 ل6 بيلعب الاولاد مثل ما انا شايفين، بيلعبهم، بيرفه عنهم، بيجيب لهم هدايا. نحن حقيقه بنخلق حفلات خلقه، يعني بكل مناسبه بنعمل لهم حفله كرمال انه هن قاعدين بالمشفى والوضع صعب كثير، فبنحاول انه شوي نرفه عنهم. هذا البرنامج مستمر من ما انقطع ولا يوم، مثل برنامج الدواء اللي ما انقطع ولا يوم. بالمشافي الباقيه كنا نعمل بالبيروني بوحده بسمه، بس هلا نظرا للظروف ما عاد المتطوعين قدروا يطلعوا. نعم. بس بمشفى الاطفال نحن لسه موجودين يوميا من 4:30 ل6. يعني بدنا نحكي عن هلا هي الحمله، يمكن اكيد الحملات يعني بتعمل دعايه اكثر لحتى الناس يقدروا يزيدوا من تبرعاتهم او من تمويلهم او ايضا من تفاعلهم، او حتى المتطوعين يمكن يتوجهوا لعنكم لحتى يشاركوكم بهذا الدعم يلي عم تقدموه للاطفال. كيف رح توجهوا هي الحمله؟ لوين حابين انكم توجهوها؟ هلا انا بس بدي زيد، نحن عملنا على الفيسبوك هاشتاج انا دعمت بسمه انت شو عملت، مشان كل واحد يعني مثلا رحت على مطعم من المطاعم نحن مخصصينه يتصور فيها، يحط صورته على الفيسبوك، يشترى منتج من المنتجات اللي تدعم بسمه بهيدا الشهر كمان بيصوره بيحطه، مشان نشجع بعض انه نحن كلنا بالدعم. هلا نحن يعني متأملين يكون الدعم المادي منيح هيدا الشهر. يعني نحن بالعاده كان شهر شباط هو تقريبا 80% من الدعم المادي تبع كل السنه بشكل. هلا طبعا هلا ما عادت الظروف تسمح انه نحن كثير نتامل منه لهيدا الشهر، بس نحن دائما بنآمن انه ليره صغيره بتعمل كثير فرق بحياه الطفل. فرح يعني عم نشتغل اكثر ما بنقدر نحن ولجنه الدعم لحتى نقدر نوصل لاكثر عدد عالم تشارك معنا بهي الحمله ان شاء الله. مدام سهير، يمكن مثل انواع هيك الحملات يمكن وتشجيع لفعلا الدعم المادي والمعنوي لجمعيه بسمه كثير بيساعدكم، لانه بتستقطبوا اكبر عدد من الاطفال المصابين بالسرطان، ويمكن عم نشوفكم لابسين الشعار الذهبي لدعم مرضى اطفال السرطان. خلينا نحكي عن الطرق حتى تتلافوا الصعوبات اللي هلا انتم عم تعيشوها، يمكن من نقص دواء، حتى من يمكن نقص من فريق المتطوعين. هلا المتطوعين في كثير، بالعكس في اقبال شديد من المتطوعين الحقيقه، وكلهم حابين كثير يشتغلوا، عم يفوتوا بكل روح مرحه مع الاولاد. بس نحن طبعا اكيد عنا بالدعم المادي، انا بدي اقول انه نحن بنتلافى هالموضوع هذا اذا كل المجتمع السوري بيتعاون معنا. يعني ما نخجل من انه نحن بدنا نتبرع ب 500 ليره او 100 ليره او 1000 ليره، اي تبرع مهما كان صغير بيعمل فرق بحياه الاولاد. ويعني مشفى سرطان الاطفال بمصر على جنيه واحد يعني كل فنحن بدنا نقول انه نحن بدنا ندعم هدول الاولاد، لانه هدول بالنهايه مسؤوليتنا كلنا.
يعني هن أطفال سوريين فهن مسؤولية كل المجتمع السوري. أكيد. فبتمنى الكل يشارك والكل يدعم هدول الأولاد حتى نقدر نكفي معهم علاجهم بشي هن بيستاهلوه الحقيقة. إن شاء الله. نحن عم نتبع 20 طريقة لتدعم فيها أطفال بسمة خلال شهر شباط، حتى في بيناتهم دعاء. فيعني اللي ما بيقدر يتبرع يعني يدعي لنا ونحن بنكون كثير مبسوطين. حلو. يعني سيدة سهير، شو في بعد هي الحملة؟ شو عاملين مشاريع؟ ولأمتى الحملة مستمرة تقريبا؟ هلا هي لنهاية شباط الحملة مستمرة. إن شاء الله يعني لسه ما درسنا بعدها شو ممكن نساوي، بس أكيد حيكون في مشاريع تانية. وأنا كمان بتمنى أنه ما توقف التبرعات عن شهر شباط، لأنه نحن علاج الأولاد مو بس بشهر شباط، هو طول السنة. فنحن ما ننسى هالأولاد بعد شباط، يعني لا لازم دائما يكون موجودين ببالنا. يعني مدام كاتيا، يمكن الجهات اللي شاركت معكم أو هي التشاركية اللي صارت بدعم هي الحملة، شو بتقولي لهم؟ شو بتقولي لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم؟ أنا بالبداية أكيد بدي أتشكر كل الجهات اللي شاركت معنا بهي الحملة، وعن جد جعبالي خصصهم اسم اسم، لأنه نحن كتير منتشكرهم وصلنا منعتبرهم نحن شركاء معنا. ما عدنا منعتبرهم جهات خارجية يعني. فأكيد بدي أتشكر شركة بوفالو، شركة بتنجاني، لأنه هي قدمت لنا هيدا الشهر ريع مونتاج. اللي بيشتري من بوفالو بيجينا نحن ريع منه. وبدي أتشكر كب كيك ديلي كيك، إذا بتشتروا كب كيك هيدا الشهر من عند ديلي كيك بيطلع لنا كمان كامل الريع لجمعية بسمة. المطاعم اللي شاركت معنا عنا مارينيلو تبع أبو رماني، ماجستي وهنابي وكافي دي روما تبع الفور سيزن وإيبا وجميني أبو رماني وديونز وفلافل يمي فلافل. هي في أيام محددة للتبرع؟ نحن خلال كل الشهر، أنت ما بتروح إلا واحد من هدول المطاعم خلال كل الشهر بيكون جزء من ريعون لبسمة، ما عدا يمي فلافل نحن مخصصين له بس كل يوم 4. وكمان بدي تشكر أنت إنو سيرياتيل، لأنه مخصصين لنا أرقام للتبرع. سيرياتيل على 1077 وأنتين على 1299، بيرسال رسالة صغيرة لهيدا الأرقام بيجينا 50 ليرة سورية عليهم. فكمان نحن بندعي العالم أنه يبعثوا رسائل على هدول الأرقام. ونحن عاملين كمان مشروع بالفن بنرسم بسمة، هن فنانين تبرعوا بأعمالهم إن كان رسم ولا منحوتات بالجاليري الأرت هاوس. فكمان أنا بتشكرهم كتير على استضافتهم على ريعون. هيدا المشروع بالتعاون مع وزارة الثقافة ومديرية الفنون الجميلة. يعني في جهات كثيرة مشاركتكم بهي الحملة، وإن شاء الله دائما جهات، يمكن دائما هذا الحس الإنساني بيكون موجود عند كل الأشخاص، وهالتعاونية دائما تكون موجودة. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا دعوة لكل الناس لحتى يشاركوكم بهي الحملة، وإن شاء الله هيك دائما نتمنى الشفاء لكل الأطفال يا رب. شكرا. أنا بدي أشكركم كمان لوجودكم معنا، وبدي وصل كمان صوت يمكن وصلني من العالم إنه بيعتبروك الامتيازة، فقالوا لي إنه وصل لك هذا الشيء. إن شاء الله موفقين. شكرا. إن شاء الله نكون هيك، إن شاء الله نكون دائما. شكرا. أنا شركة المجموعة المتحدة اليوجي وكواليس اللي قدموا لنا كمان الإعلانات الطرقية مجانية لإلنا. وبدي أتشكر كمان بونك بيمو اللي عملنا نحن فيلم توعوي بيتوجه للأطفال وللأهل، هو مدته 5 دقائق بيشرح مرض السرطان. فكمان بدي أتشكروا أنه هنا راعوا لنا. شكرا. أكيد. ونحن نتشكركم السيدة سهير بولاد رئيسة مجلس إدارة جمعية بسمة لدعم السرطان، وكاتيا شطة عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة العلاقات العامة والتمويل. شكرا وجودكم. شكرا لكم كثير. وكمان شركاء معنا دائما. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. شكرا لكم. هلا مشاهدين.